السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية في مقرر مبادئ البيئة، معهد الدليل واضح العلوم الهندسية. اليوم ضروري نعرفه بالمجتمع. المجتمع هو مكون حيف من النظام البيئي. المجتمع هو المكون الحي من نظام بيئي معين، ويحتوي على سلسلة من التجمعات الكائنات التي تعيش معه في حالة انسجام وتوافق. يبقى المجتمع هو المكون الحي من نظام بيئي معين، ويحتوي على سلسلة من التجمعات الكائنات التي تعيش معه في حالة انسجام وتوافق. نعطي مثل بسيط لهذا المجتمع. ممكن بركة المية أو بحيرة معينة تجد فيها جميع المكونات، من كائنات حية، من نباتات، من بكتيريا، من أشياء أخرى تعيش مع بعض البعض، وهذه السلسلة من التجمعات تعيش في حالة انسجام وتوافق، وتتغذى بعضها على البعض، وتعيش في مجتمع يتكون من هذا الحي الذي يعيش في نظام هذا النظام البيئي المعين. نجول لتعريف التجمع. التجمع هو مجموعة من الكائنات التي تنتمي إلى نوع واحد. التجمع هو مجموعة من الكائنات التي تنتمي إلى نوع واحد. والتجمع هنا المقصود به إن ممكن تكون في التجمعات في حالة من التعاون والاتزان، وحالة التغير تتوافق وتصل إلى حالة الثبات. ممكن يكون المحيط الحيوي متاعها يشمل طبقة رقيقة من الأرض تعيش فيها جميع الكائنات المختلفة، وغلاف الهواء الجوي وجزء من القشرة الأرضية وغلاف مائي، وبالتالي هنا يكون التجمع فيه انسجام مع جميع الكائنات الموجودة. المحل السكني. المحل السكني وهو المكان أو السكن أو المحل الذي يحتوي الكائن الحي سواء كان منفردا أو في تجمع، وفيه ينمو الكائن ويمكن عزله منه. وقد يكون على سبيل المثال ممكن قاع بحيرة، تربة خصبة غنية بالذباب أو بأمعاء بعض الثدييات. وهنا نشير إلى تواجد البكتيريا. البكتيريا اللي هو هذا هو السكن متاعها، أو هذا هو المكان متاعها، حيث تتفاعل مع هذه الأشياء الغنية بالبكتيريا، وبالتالي هنا تتزن في معيشتها في هذه في هذا المحل السكن. طبعا يحتوي، ممكن يكون على سبيل المثال كيف ما قلنا أمعاء بعض الثدييات تتكون فيه. عندما ترمى في أماكن تتكون بكتيريا، هذه البكتيريا تتغذى، عشرات الأنواع من البكتيريا في هذه الأمعاء تتغذى وتنسجم وتتوافق مع هذه البيئة التي هي تعيش فيها، وبالتالي يكون لها المكان أو السكن أو المحل الذي تعيش فيه في تجمع واحد. الإطار البيئي. الإطار البيئي يعكس هنا المطار البيئي بعكس المحل السكني، فإن الإطار البيئي لا يرجع إلى مكان حقيقي لكائن ما، ولكن يرتبط أو يتعلق بعمل أو وظيفة تجمع معين داخل المجتمع، أي أنه يرسم ملامح الإطار البيئي لهذا التجمع من الكائنات، ويبدو ارتباطه الوثيق مع الاحتياجات الغذائية والخواص الحركية والكفاءة البيوكيميائية والصفات النباتية ومدى المقاومة للظروف البيئية القاسية. هذا هو معنى الإطار البيئي الذي يعكس المحل السكني في هذا الإطار. ودائما يرسم الإطار البيئي يرسم ملامح لعدة تجمعات وارتباطه مع الاحتياجات الغذائية، فبالتالي يكون هناك انسجام وتوافق في هذا في هذا الإطار. المجتمعات الناضجة. المجتمعات الناضجة
عندما يصل التجمعات هذه الشريحة وهذا العرض الآن موجود أمامنا، يتحدث عن المجتمعات الناضجة. عندما يصل التجمعات داخل أي مجتمع إلى حالة التعاون والاتزان وحالة التغير، لما يجد في تعاون في اتزان في تغير في أي مجتمع، معناها أن المجتمعات بدأن المجتمعات ناضجة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى اتزان كبير جدا في التوازن البيئي على سطح الأرض، وهنا بالتالي يعود ذلك بالخير والنماء، وبالتالي يكون هناك توازن في جميع ما يتطلبه الإنسان من معيشة على وجه هذه الأرض. المحيط الحيوي هنا هو مجموعة النظم البيئية الموجودة في العالم، وهو يشمل طبقة رقيقة من الأرض التي تعيش فيها الكائنات المختلفة. أعود من جديد، المحيط الحيوي وهو مجموعة النظم البيئية الموجودة في العالم، وهو يشمل طبقة رقيقة من الأرض التي تعيش فيها الكائنات المختلفة وجزء من الغلاف الهوائي. يبقى أي طبقة رقيقة من الأرض يوجد فيها مجموعة من النظم البيئية، كذلك الغلاف الهوائي، حتى لو يعني نحن نصبه هيك في شارع أو في مزرعة أو في طريق، الغلاف الهوائي اللي انت تحك فيه قدامك في شيء فيه ملايين ومئات انواع البكتيريا قاعدة عايشة في هذه الطبقات من الغلاف الجوي او الغلاف الهوائي وجزء من القشرة الارضية. وكل الغلاف المائي يرتفع الى 26 كيلومتر فوق سطح الارض، والى 12 كيلومتر تحت سطح التربة، ويطلق عليه احيانا الوسط البيولوجي. يعني شوف، من 26 كيلومتر فوق سطح الأرض وإلى 12 كيلومتر تحت سطح التربة يوجد إيش؟ غلاف مائي تعيش فيه الكائنات الحية المختلفة التي ترى والتي لا ترى بإيش؟ بالعين المجردة.